ساندي يعني دعم كبير جدا الحقيقه، يعني كابتن وائل عزت قيمه كبيره جدا، ولما بيكون معانا سواء مداخله او بنستضيفه بيثري شاشه قناه النادي الاهلي بروحه الحيويه وحب الناس ليه كله، فطبعا دعمه ليكي الحقيقه بتهيألي حاجه جميله جدا. طب قولي لي يعني يعني علاقتك بكابتن وائل ايه؟ يعني مثلا هل يعني لو حاسه في سبق معين محتاجه دعم اكتر من التمرين، محتاجه بطوله تروحيها، يعني كلميني ازاي؟ هو الحقيقه اي حاجه بطلبها من كابتن وائل عمره ما قال لي لا على اي حاجه، ودايما كان شايف ان انا عمري ما قصرت في حاجه، فاللي انا عايزاه هيحصل يعني. قبل كده قال لي في البطوله لو عايزه اقعدك يوم زياده في السفريه هقعدك. ما شاء الله فهو بجد ما اتاخرش عني في اي حاجه. اكيد ده النادي الاهلي، والنادي الاهلي عمره ما يتاخر عنك خالص يا سندي. طب قولي لي يا سندي، انت خلصتي دراسه صح ولا لسه؟ لا لسه فاضل لي سنه. طب هتعملي ايه في المذاكره والدراسه؟ بس دلوقتي بقت اونلاين الدنيا لطيفه صح ولا انا غلطان؟ شويه يعني، هي لما بقت اونلاين بقينا بنستهبل اكتر يعني، بس انا لما كنت بروح الجامعه بصراحه كانت الموضوع احسن. كان الموضوع اسهل؟ ليه؟ عشان كان في التزام اكتر يعني، اللي هو انا منظمه، انا هروح التمرين وبعد كده الجامعه فهظبط وقتي اكتر. بس لما بقى اونلاين بقينا بنكسل شويه نفتح الاونلاين. هو البني ادم كده، هو كده هتلاقي بقى اونلاين، طب ما اصحاش، طب ممكن اخش على الحاجه المهمه. بس خليني اقول لك انه يمكن من السنه الجديده بعد التطعيمات دي لا هيبقى في جامعات فيس تو فيس زي ما بيقولوا، يعني كل الجامعات بعتت قالت تقريبا ان اغلبهم يعني ان الدراسه تبقى فيس تو فيس لو كله ياخد التطعيمات. بس خليني اقول لك برضو ان انت عندك مهمه صعبه ان شاء الله في البرتغال، ربنا يوفقك. وطبعا هانيا كمان مش هننساها، هانيا مورو طبعا زميلتك ولاعيبه النادي الاهلي اكيد برضو ربنا يوفقكم انتوا الاثنين. بس انتوا اكيد محتاجين تظبطوا، هيبقى في فرق توقيت صح ولا غلطان؟ هيبقى في فرق توقيت ساعه او ساعتين. ساعتين بتهيألي مع البرتغال تقريبا، مع المغرب صح؟ او تقريبا نفس خط الطول على ما اتذكر، ممكن تبقى ساعتين. فهل ده هيفرق معاكم ولا في السباحه مش قوي؟ هو هيفرق، بس احنا هنتعود يعني على اول، احنا هنروح قبل البطوله بيومين او ثلاثه، فهنعرف في فقاعه هتعملوها يعني، تخشوا تعملوا مسحه، لازم تسافروا المسحه طبعا. هنعمل مسحه يوم 13 تقريبا، 13 قبل السفر يعني، البطوله يوم 19. فانت هتعمل يوم 13، احنا هنسافر 16 او انت هتسافر 15، يبقى هنعمل 12 و14 تقريبا. 12 مسحه و14 مسحتين. لازم مسحتين قبل البطوله، ولما نوصل هنعمل واحده كمان هناك اول ما تروح. وهنتعزل كمان هناك. بس خلي بالك يا ساندي، لازم تخلي بالك من نفسك كويس، يعني انت في البيت تروحي تمرينك قافلة على نفسك كحول، لان لا قدر الله طبعا يعني ربنا يا رب يكتب لك كل التوفيق، ممكن تلقطي من اي حاجه. فخلي بالك لان الموضوع صعب. فانت عندك تحدي فني، وتحدي ازاي تعملي يعني احافظ على نفسي، تباعد اجتماعي وتحافظي على نفسك، بس دي مسؤوليه. ايوه. وانت قدها ان شاء الله. طيب كلميني عن مثلك الاعلى. هو مثلي الاعلى كارت لادكي في القصيره يعني. نفسي يعني اوصل ان انا ابقى بكسب كل حاجه كده عالم يعني. نفسي اكسب مره واحده بس عالم ان شاء الله. ان شاء الله هتكسبي باذن الله. طيب في حد اسم يعني انت بتقولي كتتويج، انما هل في دماغك بطله معينه سواء مصريه او دوليه حابه تبقي زيها؟ لا حابه تبقي بشخصيتك واكسب بشخصيتي. كلام جميل.